عمان كان وسيبقى جزءا من العالم العربي، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال رعايته حفل تكريم الفائزين الأوائل في الجائزة العربية لأفضل أطروحة الدكتوراه بمجال القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي الذي نظمه المركز العلمي للدراسات والبحوث القضائية والقانونية التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب في السرايا الحكومية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي نوه بالمناسبة وتجسيدها للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي. ولا تزال تعاني الجامعات العربية بشكل عام من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي، وأيضا لتضاءل حجم النشر العلمي في الدوليات المعتبرة، وإن استدراك التأخر يتطلب زيادة موازنات البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب. وتحاول حكومتنا حلها بكل الإمكانات المتاحة متكلة على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم على دعم أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، ومن غير الإنصاف تحمير وطننا ما لا طاقة عليه. ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا جيدا وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمل الأعباء التي فاقت قدرتنا. لقد أدركنا في لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك، فاعتمدنا سياسة النائب النفس تجاه أي خلاف عربي ونصر على تطبيقها، والخاسر في كل خلاف أو نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان. وثمن ميقات اختيار لبنان ليكون دولة المقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.